انا هنا في المقهى مع المجموعه في رحلتنا لينبع اليوم. احنا في ينبع بكره ان شاء الله املج وعوده بعدين لينبع طبعا قبلها بدر. سؤالي موجه للجميع وسؤال ان شاء الله مهم وحنشوف ايش اراءهم. يعطيك العافيه. ما شاء الله دوما اشوف المجموعه في جروب الرحلات تروحوا مع الدكتور سمير جيزان شدا العلا الان ينبع املج يعني ما شاء الله. وانتم يعني ايش يعني ماذا تضيف لكم هذه الرحله؟ وخصوصا انتم اول يمكن ما كنتم يعني مشغولين بابنائكم بالجامعه ايامها بعدين الوظيفه بعدين الاسره بعدين تربيه الابناء الين تقاعدكم فاغلبكم الان تقريبا تجاوز 60 عام. ماذا تضيف لكم هذه الرحلات؟ وش الهدف منها؟ يعني ايش تفيد؟ اول شيء الحمد لله يعني احنا دائما بنا مع الدكتور سمير في هذه الرحلات بنستمتع اول شيء. بنمتع نفسنا بعد السنوات الصعبه اللي مرت فينا. هذا اول شيء. ثاني شيء بنستفيد من الرحلات هذه اننا نتعرف على وجوه جديده اصحاب جديده شرواكم الموجودين. يا مهندس عبد الله يعني انت دائما متواجد ما شاء الله كثيره ما شاء الله. اول شيء الناحيه الاجتماعيه نعم التعرف مع الاخوان معرفة المناطق بعضهم ما تعرفون نعم نعم, نعم بالضبط. وأيضا المملكة فيها أماكن كثيرة يعني جميلة ومنوعة فالواحد فرصة إنه يتعرف ما كنت تعرفها من أول ما كنا نعرف في تضاريس مختلفة في بيئة مختلفة في أماكن جبلية أماكن ساحلية فميزة كبيرة يعني. دكتور عبد الوهاب حقيقة يعني أنا استمتع بهذه الأول شيء الصحبة الطيبة المجموعة الطيبة هذه تضفي شكل ولون وابتهاج آخر للرحلة يعني الواحد ممكن يروح يتفرج ويستمتع لكن الصحبة الطيبة والمجموعة الطيبة لها حقيقة رونق آخر والحمد لله هذه التجربة الثانية مع الدكتور سمير وانبسطنا جدا جدا جدا. أنت أملج هذه أملج أول مرة أول مرة تروح ففرصة تشوفها ان شاء الله ان شاء الله. على قلبك انا محل ما يقول الدكتور سمير اذا اقدر معاه الوقت يسمح لك روح بالفعل لانه المتعه اول شيء في الصحبه الشيء الثاني في التنظيم يعني كل مره اكتشف شيء جديد الدكتور بيضيفه للامانه يعني احنا اليوم مثلا كانت رحلتنا ينبع عدينا على بدر انا ما عمري رحت بدر فهذا شيء جديد لي ينبع جيتها ومش ما قد رحت فدائما تلاقي فيه شيء اضافه يعني وهذه حاجه يشكر عليها واحنا بنتعب كثير فجزا الله خير عننا الله يديله الصحه والعافيه مولا يا مرحبا. انا طلعت الطائف كثير طلعت جيت ينبع رحت املج بس ما شاء الله الرحلات مع الدكتور سمير رحلات ممتازة جدا ورحلات وديك أماكن ما رحتها من أول وما رحتها من أول واستثنائية بامتياز يعني أنت تروح هذا بس عند يعني تروح وأنت إيش بتنمي ذاكرتك عن هذا المكان دخولا وخروجا يعني وأنت داخل له تنمي ذاكرتك وأنت معلومات إثرائية جدا. الله يعافيك. السلام عليكم. الله يسلمك. كيف الحال؟ الله يسلمك. والله انا ثاني مره اطلع الحمد لله المره الاولى في الطائف وهذه المره الثانيه الحقيقه الله يستر عليه الشيخ سمير يعني خدماته ما شاء الله تبارك الله الله يستر عليه. ايش يضيف لكم هذه الرحلات يا دكتور؟ والله يا اخي انا يعني ماذا اتخيل احمد الله سبحانه وتعالى اني تعرفت على هذا الرجل سوينا خدمه عظيمه يعني احنا يعني كنا متقاعدين وقبل ما تكون متقاعدين كنا موظفين كان صعب ان انت تطلع يعني رحلات زي دي بغالها يعني اشياء متكامله وجدناها من الدكتور سمير والله انعم علينا بانه يعني وفر لنا ان احنا نعود بلدنا ونعود شيء جميل يعني. تسمعت السؤال ما شاء الله ما تضيف لك هذه الرحلات مع الدكتور سمير ما شاء الله يوم عن يوم كل رحله احسن من الثانيه خاصه بوجودكم يا باشمهندس رويد والله استمتعنا معه كثير وكل ما نروح هذه ما أقدر أوصف أكثر ما هم قالوا كل رحلة نزداد أحسن من أول الحمد لله وربنا يوفقكم على الرحلات هذه. يلا تكلم أنت أصغر واحد في الرحلة هنا جاي مع خالك أبو فيصل
السلام. انت جاي معك مع عجايز، ايش يجيبك معهم؟ ايش تنبسط؟ لاني احب الطلعات اللي زي كذا. تحب الطلعات هذه؟ ايوه. وايش كمان؟ خاصة مع خالي. مع تحب خالك؟ ايوه. طيب اجازتك مع الكبار هذول ايش ايش تضيف لك؟ طلعت رايقة وحلوة وناس ناس هايدين ورايقين. راحوا هذه الغدا معانا. الله يعطيك العافية. ممتاز، أحسن واحد تكلم. وأنت ثاني ثاني أصغر واحد. هلا وسهلا. في المجموعة. أنت الحين الكبار هذول عجايز ايش تطلعك معاهم؟ ليش ما تطلع مع الشباب؟ ايش تضيف لك هذه الله؟ تضيف لي خبرة عن المنطقة وعن الدنيا ذي كلها. وما أتعلم منهم أشياء كثيرة. جاي اماكن زي كذا تاخذ منه معلومات كمان من عم سمير ما تعرفها من الشباب. ايوه اكيد الشباب زي زي ما هي اضافه جديده. انا اساسا كان في برنامجي في عندي وقت مخصص للرحلات للرحلات يعني ما في اضافه ما في اضافه انه هي اعاده للذكريات للذكريات ولقاء المجموعه هذه الحلوه يعني بالتاكيد طبعا هذا الشيء من اهم ما يكون اللي هو معارف جديده. نعم دكتور عمر هذه الرحلات أهم شيء عرفتني بيكم وده أجمل شيء والله العظيم ما بقوله مبالغ. الشيء الثاني حببتني في المملكة، حببتني في الصخور، حببتني في الجبال. الفضل للدكتور سمير، أنا ما كنت متخيل إن بلدنا جميلة كده، كل حتة نروحها فيها الخدمات متكاملة. صحيح النهضة اللي موجودة ما بقولها مبالغة، جميلة جدا بلدنا، جميلة والله يا جماعة. هذه الجائحة خلتنا نعرف بلدنا الحمد لله. تمنا يومنا الانبعاوي في مطعم المرساة، أكل سمك وشربة جمبري يعني شغل بحري ما يحتاج حتى جدة مدحوا فيه حقيقة. هنا معانا بيت نصيف ومعانا بيت بكر ومعانا محسون كلهم يمدحوا فيه، فعاندناه وقلنا ما أحسن من عندكم في جدة. زي يوم نعاند أهل مكة ونقول لهم الصديق حقنا أحسن.